السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ علم. احنا أخذنا محيط الدائرة وأخذنا اليوم إن شاء الله بكم مساحة الدائرة إذا دارت مع بعض شو هي مساحة الدائرة؟ فلازلت مع بعض إيش هي مساحة الدائرة اللي هي عندي سي تساوي طبعا هذا الرموز اللي عرفوا تأسيه هي محيط الدائرة عندي A تساوي عندي نصف القطر تربيع حتى الآن ومساحة حنقول نصف قطر التربيع في النسبة التقريبية نصف قطر التربيع في النسبة التقريبية قلنا القطر النسبي هي نصف قانون القطر زي ما كان المساحة دي في النسبة التقريبية أو نصف قطر تاني نصف قطر قلت لك لا ما فيش غير هيك طب يا ريس إذا أعطانا القطر عايز إذا أعطانا القطر على طول تقسم ولا قسمين عشان آخذ نصف القطر هذا حكينا الحصة اللي فاتت حددنا إن شاء الله بإذن الله حل أسئلة المساحة طلع يعني مساحة هاي مساحة الإيش الدائرة إيه مساحة الدائرة أعيد مرة ثانية اللي كان معاي بتقول معاي هون مساحة مساحة أتمتية كتابة الدائرة شو بتساوي النسبة التقريبية هاي اسمها النسبة التقريبية يعني قلنا ممكن تكون ثلاثة وأربعة عشر من مئة أو 22/7 حسب النص القطر إذا نص القطر من مضاعفات السبعة بستخدم 22/7 إذا ما في مضاعفات السبعة بستخدم 3/14 من مئة هذا اسمه الآر بسميه نصف القطر نصف القطر يلا شايفينه عشان نتذكر كتبت لك هي الكتابة هي الرموز وكل رمز عليه ايش هو هذا الرمز يعني معايا ناخذ نسبة ايش بدنا ناخذ سؤال كان عندي اتحقق من فهمي صفحة 93 تعالي معي شوية وقول لي يبلغ قطر إشارة منع التدخين جولة 20 سنتيمتر أعطاني إياها 20 سنتيمتر اجري مساحتها وأقرب إجابة لأقرب عدد صحيح طبعا أنا عندي مساحة هاي موجودة إيه تساوي نسبة تقريبية في تربية بقول يا مس هاي قانوني لازم دائما اكتبه نسبه تقريبيه معناته انا عندي النسبه التقريبيه اللي هي تساوي اللي هي طبعا اكتبها انا اسس اكتبها خلاص اكتبها لا ناخذ ايش قال لي 20 يعني معناته يا مس انا ما فيش اي شيء ما في اي شيء عندي بدي احطه 22/7 بقول 3/14 من 100 هي هاي النسبه التقريبيه شايفينها في قديش الار اعطاني اياها هي اعطاني قال لي قطر الاشاره هامس هو ما هذا اسمه قطر قال لي قطر ما قال لي نصف القطر شو قال لي قطر انا لكن انا ايش بدي انا هون يا مس نصف القطر شو بدي امس ايش بدي انا امس القانون عندي نص القطر ما عندي قطر عندي قطر لا الار يا نص القطر الار يا نص القطر صح ولا لا هو قال لي قطر ودير بالك وانت بتقرا المساله هذا قطر ما قال لي نص القطر معناته انا بقسم على اثنان ال 20 هاي بقسم على اثنان لان انا بدي اخذ نصف بدي اخذ نصه شو بدي اخذ نصه ما بدي اخذ قطر كامل داخل نصه اللي هي 10 سنتيمتر معناته الار تساوي 10 سنتيمتر معناته انا الار ما بكتبها 20 غلط بكتب 20 يا مس غلط لانه قال لي قطر القطر لازم اجيب نص القطر يعني نص ال 20 واضح مس ايش بحكي فانا يا مس هون بدي اضرب في 10 بطلع علي تحريك الفاصله الى اليمين كم منزله منزلة واحدة معناته أنا هحرك الفاصلة اليمين أحط الرقم كما هو
وحركة فاصلة إلى اليمين أي بورنية، حركها إلى اليمين منزلة واحدة. الشكل اللي شايفينه ولا ضربت ولا عملت أي شيء. أسلم أسلم. هاي تربيع صح؟ نحن بدنا تربيع صح؟ شايفينه؟ تربيع شايفينه؟ يعني هاي بتصير 100، هاي بتصير خليني أعمل لك إياها، هاي بتصير عندي 100. هاي بتصير إيش يا مس؟ 100. 10 في 10 100، معناته أتحرك الفاصلة هون، أكتب لك إياها هون ثلاثة، أضربيها في 100 عشان أمسح كل وقت أكيد، لا. خليني امسح لك اياها هون، اكتب لك اياها عشان تبين اكثر. خليك معي خليك معي، انا هون تحريك الفاصله لليمين كم منزله، انا عندي انا عندي الفاصله بشون احركها لليمين، واحد اثنين طلعت برا طلعت برا، صارت 314. بس اللي هي عندي سنتيمتر، حكالي كان سنتيمتر، نعم كان سنتيمتر، بقول سنتيمتر مربع. ليش؟ لأن المساحة دائما بنحطها تربيع، صح؟ سنتيمتر ايش؟ مربع، ايش هي الاثنين اللي بحطهم؟ تربيع، واضح مس؟ طيب، ايش يا مس على أتدرب أو أحل المسائل؟ بدي آخذ بسرعة بسرعة، احنا عرفنا اللي هي صفحة 93. طيب بس تعالي على اتدرب او احل المسائل. اول واحد موجود عندك بالكتاب اعطاني القطر، القطر 80، القطر 80 صح؟ 80 ملي، 80 ملي. هل اخذ القطر كامل؟ بقول له لا يا مس، انا بدي ايه تساوي؟ انا مش حضرني احكي لك، بدي نصف القطر، نصف القطر 80 تقسيم 2 يساوي 40 صح؟ على طول اعطاني اول، طلع علي اول دائره شو عمل لي؟ قطر كامل اعطاني، طلع على كتابك، طلع على كتابك صفحه 93، دائره كامله اعطاني القطر، اعطاني القطر دائره كامله، وقال لي يا مس، قال لي اني انا بدي اياك تطلعي لي اللي هو مساحه الدائره، لكن انا عندي يا مس نصف القطر، نصف القطر راق ار، لكن انا هاي القطر هاي كامل، هاي قال لي كامل، شفتوا؟ هون شفتوا؟ كامل. فانا يا مس عندي نسبه اللي هي 3.4%، انا حاسيب تربيع 40. حطلع نفس حطلع نفس على السريع لو سمحتوا، اللي هو 5000، وانا طلعته عندك 24، انت طلعه زي ما بدك، انا مليلتر مربع تربيع، هاي هي النتيجه. انا حصير اطلع النتيجه على طول من غير قانون ولا شيء، انت عارف القانون، بصير انت تكتبه لحالك، واضح الحكي؟ طيب هذا اول وحده الدائره، هاي اول دائره، الدائره الثانيه أو عندي كمان أعطاني القطر، أعطاني القطر، أعطاني القطر واحد ونصف، آسف، أعطاني القطر ثلاثة، أعطاني القطر إيش مس؟ ثلاثة، وقال لي أعطاني القطر ثلاثة، قطر، بدي نصف القطر بقسمه على اثنين، بصير واحد ونصف، صح ولا لا؟ على طول إذا أعطاني القطر بقسم على اثنين، لكن لا. إذا أعطاني نصف القطر بقسم على اثنين؟ لا، بس القطر اللي بقسم على اثنين، واضح؟ بعدين بقول له إيه تساوي عندنا نسبة تقريبية 3.4% ضرب 1.5 الكل تربيع، أنا فطلعت لك زي ما قلت لك إذا فيش على طول أنت بتربع وبتعمل بتسوي اللي بدك إياه 7. طلعت النتيجة عندي 7.65. طبعا متر قال لي ولا سنتي ولا شو قال لي؟ سنتي سنتي متر مربع شكل. طيب تعالي معي على اللي بعده، الدائرة اللي بعدها، تعالي معي على الدائرة اللي بعدها، خليك معي ناخذ الدائرة اللي بعدها. ايوه الدائرة اللي بعدها
اعطاني نصف القطر على طول، صح؟ اعطاني نصف القطر على طول، طلع عليها الدائره الاخيره، طلع عليها بس نصف القطر، ما قال لي قطر. هل اقسمه على اثنين؟ لا يا مس، ما هو اعطاني نصف القطر، يعني ايه تساوي اللي هي نسبه تقريبيه، نصف القطر اعطاني اياها 6، نسبه تقريبيه عشان اعرف بدي استخدم اي واحد في 6 بكل تربيع، صح ولا لا؟ بس 6 في 6 36 و 6 في 30 حضرها في 3 و14 منها. انا طلعت لك الناتج عندي هون اللي هو 113، 113 ناتجي اعطيت، انا طلعت هون عندي 4 من 100 ربع سنتي ولا ايش قال لي؟ لا قال لي متر مربع، قال لي متر مربع. هاي الدائره الثانيه، هاي الدائرة الثالثة. طبعا انا طلعت الناتج على طول في الأولى والثانية، ليش؟ لأنه أنت بتصير أنت تربع وتضرب، واضح؟ واضح؟ طيب، نيجي على السؤال الرابع وطريق معي شوي صغيرة. نيجي على السؤال رقم 4. سؤال رقم 4 بيحكي لي يا مس إيش دي طول نصف القطر؟ دائرة مساحتها 3، طلع علي يطلع علي هون اعطاني المساحه وبده هو يطلع لي نصف القطر، اكتب القانون زي ما تعرف. ايه تساوي النسبه التقريبيه في ار تربيع، صح ولا لا؟ هيك القانون ولا مش هيك؟ طيب اقرا السؤال، اقرا السؤال. ايش دي طول القطر؟ طول القطر مش موجود يا مس. طول القطر ايش يا مس؟ مش موجود. هو ما بده نصف القطر، بده طول بده طول نصف القطر، اللي ار. واضح؟ طيب مساحتها اعطاني اياها 314، مساحتها 314، المساحه قد ايش؟ المساحه تحت المساحه، اعطاني اياها، قال لي 314، اعطاني ايش يا مس انا هون؟ شو اعطاني هون؟ اعطاني المساحه، شو اعطاني؟ المساحه بحطها تحت الـ A اللي هي المساحه، واضح؟ الار مجهولي، قال لي اوجدي نصف القطر، اوجد نصف القطر، واضح؟ طيب نيجي يابس بحكي لي كمي، استخدمي طبعا 3 و14 اللي نصف التقريبيه 3 و14 من 100، نصف التقريبيه اللي 3 و14 من 100. طيب نيجي يابس على هون، بدي اقسم دائما، انا بدي اخلي دائما يا مس، انا بدي اخلي المجهول لوحده، بدي اقسم على 3 و14 من 100، وهي بدي اقسمها على 3 و14 من 100. ليش يا مس قسمت اياي؟ عشان ايش يا مس؟ عشان تروح هاي لحالها، صح؟ عشان الار تضلها لحالها، معناته بقول له انا عندي الار تربيع تساوي 3 و14 من 100. الان بدي اطلع الفاصلة، دائما لازم اطلع الفاصلة، مش خدناها بالسادس قبل حكي، بطلع الفاصلة بعد رقمين بحط هون صفرين، بطلع الفاصلة بعد رقمين بحط هون صفرين، إذا ما في فاصلة هون بحط بدالها أصفار، صح ولا لا؟ فبقول له سلق هاي ثلاث راحت مع هاي بتضل 100، بتضل 100 ولا لا؟ 3 و14 من 14، هاي راحت مع 3 و14 ضل صفرين يعني 100. بدي اطلع، الجذر التربيعي، شايفين؟ لانه تربيع، هل اقول يا مس نصف القطر لا؟ اقول نصف القطر ما ينفع، لانه تربيع هذا ان هاي 100 مربع، بدي اطلع الجذر التربيعي لهذا الجذر التربيعي لهذا. طيب الار لحالها ايش بتساوي؟ هاي 10 ضرب 10، صح ولا لا؟ صح؟ باخذ واحده بس 10، صح ولا لا؟ هاي 10. ار تساوي 10، 10 ايش؟ بده سنتي، بده ار، كم سنتي متر، كم سنتي متر، صعبة؟ ولا شيء، دائما بده الار بخليها لحالها، بدي اقسم على الجنب، دائما الجنب بتكون نسبة تقريبية 3 و14 من 100، بقسم الطرفين على 3 و14 من 100، هون يا مس لقيت هاي زي هاي، لاحظ؟ لكن شلت الفاصلة من هون، بعد رقمين حطيتهم صفرين، صارت 100. يا راحت هاي المحل ضل مئة، ضل صفرين. صعبة؟ ما صعبة، أنا أعطيتك إياها بالتفصيل عشان أنت كمان تشوف.
عشان اشوف بدي اخذ كمان مسألة أخيرة عشان لا والله هذه المسائل ما بحبها مش ما بحبها طويلة على الفاضي ما بدي اياها المسألة الأخيرة اللي هي خمسة خلص المهم أنت تعرف ايش مساحة القاعدة وكيف بدك تطلع الآر إذا بدي اياها وكيف بدك تعمل المساحة على طول اللي هي بتساوي الأسرة التقريبية في نصف القطر تربية واضح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.